الاخلاق. اذيني ايه ده؟ ايه الفرصه الحلوه قوي دي؟ انت هنا بتعملي ايه؟ جايه شغل. انت ما بتردش على موبايلك ليه؟ معلش كنت مشغول قوي الفتره اللي فاتت، الظروف كانت عندي ملخبطه. كان في حاجه مهمه؟ يا محمد. ايه يا فندم؟ اطلع مع الجروب بس لغايه لما اتكلم مع المدرب. بس في داني فكا انت محتاجه اسمع صوتك، اكيد انت حاسس. وانا كمان كنت محتاجه اطمن عليكم. الا بالحق الحاج جات اخباره ايه؟ الراجل ده ليه افضال عليا كتير قوي. ما تهربش يا كمال، ممكن تبصلي عينيك بتقول كلام غير كده. مدام لقاء بلاش مدام، من فضلك بقى بجد احنا محتاجين نتكلم مع بعض. حتى كاصدقاء يا اخي، ده الواحد ما بيصدق يلاقي بني ادم حقيقي يحس بيه. خلاص انت قاعده هنا قد ايه بقى؟ انا خلصت شغل وقاعده براحتي، ولعلمك انا اول مره اجي هنا. تحبي تتفرجي على شرط؟ يا ريت. خلاص يبقى تسيبيني نفسي. انا سايبه نفسي اهو. انا هستاذنك 5 دقايق، هوقف حد من زمايلي مع الجروب اللي فات ده واجيلك. اوكي. هستنى تليفونك. ها كان ليا صحاب، كنت دايما وحيدة. حبيت وانا في الجامعة، حبيت واحد يعني، بس للأسف هو حب نجاحه أكتر مني فجوزت جات. ومن وقتها قررت إن هدفي الوحيد في الحياة هو النجاح والفلوس وبس. يعني من الآخر كده بعت قلبي. عارفة أول مرة أحس إن أنا قادر أتكلم أفضفض، حاجة غريبة أوي لما الواحد يحس إنه وحيد رغم إن حواليه ناس كتير. أنا عشت عمري اللي فات أدور على حقي ونسيت نفسي، نسيت كمان، نسيت مشاعري، نسيت الحب. الحقيقة الوحيدة إن إحنا ما نعرفش نعيش من غير الحب، احنا بنتولد وهو جوانا. كره لسيد الدقاق موت اي حاجة جميلة ممكن تتولد جوايا. لا وحيدك، بلاش بلاش سيرة الكره، ما تخلينا في سيرة الحب. انا اول مرة احس ان انا قادر اتنفس، قادر اعيش. انا مبسوط قوي ان انا قابلتك هنا. وانا كمان مبسوطة قوي. يعني عامله كده ازاي؟ حنينه قوي، حاسه بكل كلمه بتقولها وبتنطق بيها عليك، حاسه بيكي كمان انك ملامحك خدتني من نفسي. النهارده حصلت حاجه غريبه قوي. ايه يا ترى؟ لما قمت الصبح بصيت في المرايه ما شفتنيش، شفتك انتي. عينيكي بتقول كلام كتير. أنا حاسس بدقات قلبك، شعور غريب بس جميل. حاسة إني فرحانة طايرة زي العيلة الصغيرة، قلبي بيتنطط. أكيد أنا ما اتجننتش. زي ما أكون مستنيكي بقالي كتير كتير قوي ومش قادر أهرب منك. هو ده الحب؟ يا ريت تجاوبيني. طب ازاي؟ وليه انتي بالذات؟ هو ده الحب يا حبيبي، هو ده الحب اللي اتحرمت منه كتير. بحبك، نفسي اصرخ واقولها للدنيا كلها. مفيش حاجه ممكن تبعدني عنك، ما تسيبنيش. ايه ده؟ انا اكيد اتجننت. دي مرات الحاج جاد، ازاي اسمح لنفسي بكده؟ لا 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 طبعا طبعا ما ينفعش. احنا لازم نمشي دلوقتي.
كمان ده ايه ده؟ وحشتينا لقاء. مش وانت داخل تعمل اي صوت بدل ما تخدني الخضه دي؟ انا اسف يا حبيبتي، نسيت اشغلك الكلاكس وانا داخل، وانت عارف عربيتي كبيره ما تخشش الاوضه دي. طب ما تشغل نور الاشارات احسن. انت نورك عالي، ما ينفعش معاك نور الاشارات. انت عايزه نور زيبه، افضل اقلب لك كده اقلب لك. قمتي ليه يا حبيبتي؟ ما انت كنت شاده فرامل اليد وقاعده جنبي، في ايه مالك؟ زهقت من القعده هنا بصراحه، ما بقتش اطيق الاوضه دي ولا بستحمل القعده فيها. ايه ده؟ ايه ده؟ معنى ايه الكلام ده؟ معنى اني ما بقتش استحملها خلاص. الهوا اللي فيها بيخنقني، ما بقتش عارفه اتنفس فيه. خلاص حبيبتي، فين التليفون؟ اتصلك دلوقتي اجيب لك 2 اكسجين كده تكوي تخلص بيهم كده لغايه الصبح. ما بقاش ينفع خلاص، انا نفسي في هوا طبيعي، نفسي اتنفس زي بقيه البني ادمين. طيب هو شكله ايه بتاع ده؟ وانا بقول انا تحت ارض. ما تستعجلش، بكره تعرف يا حبيبي. خدي هنا. رايحه فين؟ راح اتنفس. ازيك يا كمال؟ ازيك يا لطفي؟ ايه بقى؟ هو انت ناوي تبدا تتهرب مني كده كتير ولا ايه؟ تهرب ازاي؟ من ساعة ما رجعنا من شرم الشيخ وانت ما بتسألش عني بتتهرب مني، حتى دلوقتي اتقابلنا بالعافية وبرضه بتتهرب مني. ابدا لا بتهرب ولا حاجة. امال ليه ما كنتش عايزني نتقابل؟ ايه؟ ما وحشتكش؟ طب ايه رأيك بقى انت وحشتني قوي؟ انت ليه مش مقدره انك انت ست متجوزه؟ مش فاهمه. يعني انت متجوزه من راجل ليه افضل كتير عليا، يعني ما ينفعش يبقى في حاجه بيني وبينك. ايه ده؟ انت بتضحك على نفسك ولا ايه؟ هو احنا لحد دلوقتي لسه ما بقاش في حاجه بيننا؟ من فضلك يا لقاء ما تصعبيش الدنيا عليا، انا مش ناقص ومش مستحمل. على فكره انت اللي مصعبها على نفسك، انا مش مصعبها ولا حاجه. انت مش عايز تصدق من جواك ان اللي بينا هو اللي هيهون علينا كل حاجه في حياتنا. ما ينفعش. انا وافقت ان احنا نتقابل النهارده علشان اقولك انك انت لازم تنسي اي حاجه حاسه بيها ناحيتي. طب وانت كمان؟ مالكيش دعوه بيا، انا مش حاسس باي حاجه ناحيتي. انت كداب على فكره، كداب. انا عايز اقولك على حاجه، الاحاسيس والمشاعر ما بتتنسيش بسهوله، الاحاسيس والمشاعر بتموت. انا عن نفسي ما عنديش استعداد اموت مشاعر حسيت بيها وكانت جوايا. ابقى موتها انت بقى. ليه يا حبيبتي؟ هو انا معاك من عليك ولا حاجه؟
على فكرة أنا ما قلتش كده. أمال في إيه؟ مالك لقاء؟ يا أخي اعتبرها حالة نفسية، وبدل ما نزيد ويحصل بينا مشاكل ونتقلب أعداء بعد ما كنا أصحاب ننفصل أحسن. أنا بجد بعزك. بتعزيني؟ طب لقاء خلي بالك ان في بينا شغل وفلوس وبزنس، والطلبات اللي انت طلبتيها مني دي دلوقتي ممكن تأثر على اللي بينا. بزنس ايه؟ بزنس ايه؟ يعني اولع في نفسي عشان البزنس بتاعك هو ده اللي هينفعني؟ تولعي في نفسك؟ واكتر بكتير كمان. طب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. اقعدي مع نفسك يا لقاء وراجعي كل الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي، بس لازم تفتكري حاجه جامده قوي، ان انا بحبك. تفتكري كويس قوي الايام اللي بينا، انا كنت شايلك على كفوف الراحه لقاء. بص يا بنت الناس، هقول لك على فكره حلوه قوي. لقاء احنا طالعين مع بعض العين السخنه، هاخدك معايا اقعد هناك شم هوا،